الأخبار من التناصح، حياكم الله. طلب الحراك الوطني للشباب بمصراته رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج بأن ينفي بالالتزامات التي قطعها على نفسه أو يقدم استقالته. وأصدر الحراك الوطني للشباب بمصراته بيانا الثلاثاء أعلن فيه رفضهم لهذه المبادرة، وأعربوا عن استغرابهم من دعوته للانتخابات قبل إعادة الاستقرار والأمن لكل ربع البلاد وقبل الاستفتاء على الدستور. قالت اللجنة التحضيرية لتجمع القوى الوطنية في مناطق الجنوب في بيان لهم الاثنين إن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور فشلت في الخروج بدستور توافقي ينهي المراحل الانتقالية المتوالية والمتتالية في المدة المحددة. واعتبرت اللجنة أن هذا الفشل هو السبب في استمرار حالة الانقسام السياسي والاقتصادي والعسكري وتوالد الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما جعل مؤسسات الدولة رهينة لأطراف انتهت شرعيتها ولم تلتزم بالتوافق الذي أرعته الأمم المتحدة بحسب ما جاء في البيان. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني إن الأنفاق الطائلة لحكام المسلمين اليوم من أموال الشعوب وخيراتهم والتي ينفقونها بسخاء على أعدائهم هي من أبواب الصد عن سبيل الله. وأضاف مفتي الديار في مقال له بأن الحكام يدفعون فواتير القنابل التي يقتل بها أعداؤهم أطفال المسلمين ليسود القهر والقمع والعداء للدين حتى لا تهتز عروشهم وأركانهم برياح التغيير. وأشار فضيلته بأن شراء الحكام للسلاح لا جدوى ولا طائل منه سوى دعم رفاهية شعوب أعدائهم وإنعاش اقتصادهم، مضيفا إلى أن الحكام تمادوا بمحو اسم الجهاد من ذاكرة الأجيال وطمسه من مناهج التعليم في بلادهم وبإلصاق الإرهاب بالحركات التي تدافع عن حرية أوطانها. فأصدروا قوائم تضع حركات المقاومة وعلى رأسها المقاومة في فلسطين من الجماعات أو الدول أو العلماء تضعهم في قائمة الإرهاب. وفي الخبر الأخير لهذا الموجز، أكد وزير الخارجية الأكسنبورغي جون أسلابورن ببروكسل أن إبرام اتفاق مع ليبيا مثل الاتفاق الذي تم توقيعه مع تركيا في مارس 2016 أمر مستحيل. وأوضح أسلابورن أن غلق طريق المتوسط لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الالتحاق بأوروبا يعد ضربا من الخيال، مضيفا أن عدم الاستقرار السائد حاليا في ليبيا يجعل من إمكانية إعادة إبرام اتفاق مع ليبيا على غرار الاتفاق مع تركيا عام 2016 أمرا مستحيلا. ختام هذا الموجز في رعاية الله.